لك بدر ايه ليش هيك شغلنا صار يعني قليل وما عاد اجانا ناس مثل اول؟ يا حبيبي نسيت انه الشيخ نزير عاملنا شغلته وعملته وما عنده حديث غير عن السحر والشعوذة؟ ساعته حاططنا براسه. ايه لك انا ما قلت لك من قبل ما نعمل السيارة؟ بلا سألت لحالي كلمة وحكاها ومشي الحال. يعني بس بالأول كان يجينا عالم مو مثل هلا. يا سيدي الزلمة مو قايلنا من راسه بنوب وبس يكون بالجامع بيصير يحدث الناس عن السحر والشعوذة وبيطلع علي وكأنه عم وجه الحكي إلي الله وكيلك. هيك لك هان وهلأ منين بدنا نجيب له لناظم بيك المبلغ المطلوب كل شهر؟ والله ما بعرف يا جوهر بس لازم نلاقي حل. بسيطة دبارة عندي. ليش شو ناوي تساوي؟ شو ناوي أعمل؟ إي والله لأنترو سحر من كعبة دست والله لكرسح وكرسح. شو جوهر على هامان يا فرعون؟ عم تستهين فيني لك بدأ؟ مظبوط معك حق أنا بالأول كنت غشيم شوي بس هلأ بعد ما قريت كل هالكتب صرت بقدر أقلب جبل على جبل. شو قلت لي؟ جبل على جبل؟ إيه أنت ما خرجك تقلب هالخد اللي حدك. عم تمسخر علي لك بدر؟ بسيطة، أنا بدي أشكيك لناظم بيك وهو بيعرف شغله معه. لا لا دخيلك، كل شيء لناظم بيك، أخي أنت كبير المشعوذين والسحرة بالشام كلها، منيح هيك؟ لكان قوم خبر المريدين خليهم يجوا لعندي اليوم مساء مشان نعمل ذكر، هدول بيعملوا لنا صيد من دون ما يدروا، وخلي كل واحد يجيب بإيده شي شغلة مصاري، أواعي، أكل، على أساس إنه بنوزعهم للفقراء والمساكين، مشي؟ مشي. لك شو هالحكي يا ابو رضا؟ هلا بجيب داير بده يتجوز؟ اي والله والاحلى من هيك انه عم يخطب النصيب من نصيب وين؟ ام الصحاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. شريف بيتجا هلا بجي بده يتجوز. شريف بده يصير حد ان شاء الله جواز نصي. اي والله يا جماعه نصي بس اكون بالخوانيه ولما دخلنا كان جاب عجله. لا وشو رايح لعند الداية دي عم يخطبها من ورا الباب قامت قدحته بهدله غسلت فيه المزابيل. والله ما قصرت فيه. العم على هالزلمه ها لقال مقليه استنى ليخلص 40 حرمته. انتوا بتعرفوا شو القصه يا جماعه؟ الزلمه خايف ينام لحاله بالبيت. اوه لهالدرجه؟ اي والله مثل ما عم بقول لكم. ايه معناتها الزلمه بده مين يونسه. ايه يضرب هيك زلمه لكان. لا يا قصياع ما كان املي فيك هيك. لك ابو نجيب قد ابوك الله يرحمه ترفع ايدك عليه عيب. عنيد الله وكيله خصل عني. انا سمعت عم يجيب سيره الوالده على لسانه وما عاد اعرف حالي وين. لك ما اختلفنا احكي معه كلمتين واصرفه. هذا اللي صار. بلشت جهاز الارض؟ ايه عقيد وعم فكر اعمل عرس هاليومين. لا عيب ام نجيب رحمه الله عليها لسه ما مرق عليها 40 يوم. ايه عقيد اذا كان ابو نجيب ذات نفسه داير يتجوز قبل 40 حرمته. والله ماك حق كيف راحت عن بالي هي. رورو حضر حالك بدنا نعمل لك عرض مطنطنه. يا الله يديم عزك ويخلينا ياك يا عقيد. ايوه شي. لك شو ما اجت بالي هاي من الصباح؟ لقوم روح لعنده واطلبها منه. وليه؟ بس ما يطلب مني كراهة؟ لا ما بظن اعوذ بالله. ايه كله على بعضها شقفة حمارة. ايه شو صارت السفيرة عزيزة ولا بدر الدجا؟ ذاتا انا رح اقضي شغلتي ورجع له اياها. يعني وش كان للبد بلا منيته؟ بعطيه برغوت دخيلك سيدي. برغوت؟ لك والله كتير برغوت. لا لا نص بروت نص بروت حاجته نص بروت. قدعتوا هديك الشبريه. لا خطر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام شباب من هاي الحارة الحاصلوا. أنا جاركم بهاي الحارة. مطلوب عمي؟ لا ما في شيء بس هيك يعني شفتكم أبضايا فحبيت أعزمكم على العشاء العاد بتشرف فيكم بنتعرف على بعض. حاكم أنا زلمة غريب وحداني. أهلين منين بلا صغرى؟ أنا من برات الشام واسمي الشيخ صالح. أنعم وأكرم عمي. غلطان بالعنوان شيخي طلبك عن شيخ الجامع. يعني بصراحة طريقك غير طريقنا. لا سيدي طريق وطريقكم رح يكون واحد
بس ما تعرفنا على الرجال. محسوبك صياح. والنعم الداعي دحام والسبع تنعام. ايه يا رجال، اليوم حابب اعزمكم لعندي على العشاء، نتعشى سوا ونسهر سهرة على كيف كيفكم. ان شاء الله ان شاء الله يرضى ابني اياها يفضح حريمي يا رب. يا رضا انا ابن شيبه. رضا اهلين ابن شيبه. اهلين شرف. اهلين يا رضا. الله يرضى عليك. الله يخلي لنا اياه. خير سيد راسي. جيت اسالك عن الحمارة شيتك، شلونها منيحة؟ حمارتي كثير منيحة وما في منها، وبتبوس ايدك ابو نجيب. الله يخلي لك اياها الهي. ايه سيد راسي، يعني بدي اعرف اذا كانت هيك صبية قوية فتية، يعني خرج الركب، لا بتعنفس لا بتحرن لا بترفس. لك حمارتي ما في منها وكثير هادية، ولو ما كانت هيك ما كنت حويتها. بس ليش كل الأسئلة عن الحمارة؟ سيد راسي يعني بعد إذنك هيك بدي أطلبها منك. شدور شلو؟ جاي تطلب الحمارة مني؟ يعني قصدي استعيرها سيد راسي، استعيرها بمعيتك هيك. يعني في عندي هيك مشوار صغير بدي أقضيه بعد إذنك. ولوين هالمشوار؟ على الغوطة سيد راسي، على الغوطة. خير؟ يعني ماني حابب أحكي، بس أنت ما بتخبى عنها. دلوني على أرملة بالغوطة، بدي روح شوفها مشان اتجوزها. مازال هيك؟ ميت حمارة بتخدم شواربك أبو نجيب. استناني شوي. الله يخلينا أبو نجيب. استناني شوي. والله يا ابن عمي أنا استغربت كثير لما عرفتني عن حالها وقالت لي إنه هي أم خيره. وليش بقى؟ يعني على قد ما بيقولوا على جوزها، قلت لحالي هدول الجماعة لا بينحبوا ولا بيتعاشروا. لك أنا اللي مستغربه إنه كيف سمح لها تجي لعنا؟ والله ما بعرف. تعرف ابن عمي، أنا وقت قالت لي عن حالها أنه هي أم خيره مرته الهاشم أفندي، بديني ما صدقت. لك بتعرفي عم بيحكوا عن المخلوقة أنها منيحة كتير غير جوزها، يعني مرة بنت أصول وبتفهم، مو مثل حكايته كعب جمال. إيه شو قلت ابن عمي؟ روح لما ما روح. لك والله أنا ما بيهون علي جنس مخلوق يشوف شعرة من راسك، حتى الحريم عفاف. أنا بغار عليك من الهوى الطاير، بس إذا رايدة تروحي روحي، روحي وأمري لله. تقبر قلبي إن شاء الله. والله أنا ما بحب لهي الروحات، بتعرفني ابن عمي لا بحب لا الفوتة ولا الطلعة. بس يعني أنا شو قلت لحالي، بلا ما تزعل مني المخلوقة، والله ترجتني كتير، وخصوصي أول مرة بتجي على بيتنا. خلاص لكان روحي. لا ما عاد بدي روح، خصوصي بعد الكلمتين اللي سمعتهم منك. شو سألتي؟ أعوذ بالله، شو زعلت؟ أنا ما بزعل منك ابن عمي، بس يعني عرفت قديش بتحبني وبتغار علي. بعدين إذا مو من شاني، من شان الببو، بلا ما أكل شي نار ولا شي طرقة من شي وحدة ولا أتزحلق. لا لا بلاها. يا ميت أهلين وسهلين ومرحبتين أبو موضحة، تفضلي تقبريني تفضلي. أهلين سميحة تقبريني تفضلوا. شو؟ مالكم رايحين على الحمام ولا أم خير وما عزمتكم؟ لا والله عزمتنا، بس والله يا أم وضاح ما فينا نروح، يعني رويدة تعبانة وقاعدة بغرفتها، وكنتي عندها ولد صغير، إيش لون بدي روح بدونهم؟ أنا أجيت لعندكم مشان نروح سوا على الحمام أم عبدو. مرت خالي وين رويدة؟ بدي شوفها. إيه طلعي تقبريني ليك فوق بغرفتها، طلعي لعندها. إيه إذا ما رحتوا على الحمام يا أم عبدو أم خير ورح تزعل منكم. شويا القمر ماله ناوي فيه. اهلا سميحه. يلا قومي البسي بدنا نروح. لوين؟ شو لوين؟ على الحمام. ما بدي اروح. لا بدك تروحي غصب عني. مشان شو؟ شو بدي روح ساوي؟ انا امنت على حالي واجا نصيبي وعجبت على حماتي رويدة. والله قلبي حاسسني انك مو من نصيب ولا صفو. اخ يا سميحه، شغلت كم يوم وبيخلص كل شيء، ساعتها بصير الموت أهون لي من هالعيشة. هلأ لا تقلبيها هم وغم، خلينا نروح هلأ ولساعتها فرج ورحمة. روحي أنتي، بركي الله بيبعتلك نصيبك. خليني نايمة. بس هذا الحمام مشاني. شو؟ عن حقا؟
وليش ما حكيتي من الأول؟ استحي. عليا، لك يا عليا. نعم يا مو. تعي تقبريني، تعي سلمي على عمتك حبيبتك اللي دائما بتسألي عنها. يوه عمتي عنا؟ يا عميت أهلا وسهلا عمتي. أهلين تقبريني، الله يرضى عليك حبيبتي. عمتي؟ أنت رايحة على الحمام؟ إيه عمتي رايحة. الله يخليكي خديني معك. عمتي رح أخذكم كلياتكم معي، بس طالع شوف رويدة شوي. الله يخلي لنا إياكي يا عمتي. شلونكم يا صبايا؟ أهلين عمتي. أهلين تقبريني. شلونك تقبري قلبي؟ يلا قومي البسي مشان نروح على الحمام. بس يا عمتي يعني شو ما عليكي بدك تكسري كلام عمتي؟ سامعة؟ معقولة تكسري كلمتي؟ بدك ما عاش اللي بده يكسر كلمتي. يلا قومي تقبريني، قومي قومي البسي قوام. يلا رح قوم. إلك يا عمي كل باب وله مفتاحه. يا أهلين وسهلين نورتوا. الله ينور إلهي مقدارك بهالأمر وبهالعلم. عدي دي بس عدي حبيبتي عدي. لا تقبريني أنا اليوم غاسلة ومعزلة وتعبانة، نحناني بالغلانة تغسلني. جبتي أكلات؟ ايه كتير نسوان. والله جبت لك أكلات بتاخد العقل، جبت طنجرة مجدر هالقدة، وجبت باذنجان مقلي، وجبت كل طاحونة مخلل هالقدة. يعني الله أعلم ياما. هلأ بس شوف ديبة بدي أسألها. لا ياما ما بيصير، بكرة يومين ثلاثة بيدوب التلج وبيبان المرج، بعدين ما بيضل شي مخبى لك أمي، كله بينعرف. يامو نصرة طالعي إلك ما شفه ولي ما شفه بدك ما شفه. بتعرفي يامو يمكن أم خيرو حاطة عينها على صفية بنت أبو صلاح. شوفي قديشة مبروعة بحالة وشلون عم تتنطوط. هلأ منشوف. قال عن شجن الحمام بان القرع من أم الشعر. لك يا أمي تركينا من الناس يصطفلو. قولي عليك شو حوبة، ما تقومي تتحركي مثل هالصبايا، بلكي هيك الله بيفتح نصيبك حاج قاعدتي لنا مثل راس اليخنة بتفق الجمعة. إيه ما بدي، أنا كل هالحركات ما بحبها أصلا. شو أم خيرو؟ شو بكي؟ آه ما في شي سلامتك. شلون ما في شي؟ شايفتك مو على بعضك. راسي شوي عم يجعني. يو اضرب عليكي، ما حلي له يجعك راسك غير اليوم. ايه شو بدنا نسوي؟ هيك الله رايد. اهلا وسهلا بمرت المختار ومرت شيخ الكار. اهلين اهلا وسهلا لك يا عمي، الاكابر ما بيجوا غير للاخر. شو اكابر ما اكابر، انت التانية ما في حدا احسن من حدا، يعني إذا تأخرنا شوي صرنا أكابر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين أم وضاح، أهلين أم عبدو، تفضلوا. أهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. خدي ما شفتك وفوتي لجوا على المقصورة. يلا يا مو سميحة وينها بقشتي؟ خي خي يا مو خي ليكا، لا تتلبك ونضيع أغراضنا. تعرفي يا مو يمكن أم خيرو منشني على سميحة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك حال؟ منيح. دخيل عينك، تعرفني وين صار بيت أبو غاني؟ أبو غاني ما أبو غاني، ما في اسم أبو غاني. لك أبو غاني ما بضيعتكم شبنا؟ والله يا عم بهالضيعة ما في واحد اسمه أبو غاني. شو عم تحكي؟ يفضح حليمك يا أبو غاني، والله ما في. طيب تعرف إنه نوع عيلة؟ لا والله ما بعرف. والله ما في. الله لا يوفق. السلام عليكم. وعليكم السلام، والله معكم. بس هن طلاليين ما بيخافوا الله. يا عيب الشوم، يا عيب الشوم عليهم. أيوة والسحورة اللي لقوا ببيتهم. كان سحورة؟ لك روح اسأل مرت أخوك وأختك منين جابوا سحورة ودهوروني فيها. وبنتك كمان دهورتك؟ بنتي كمان أنجس من هون. بعدين شو عرفك ما يكونوا هددوها وخوفوها يطلقوها وياخذوا ابنها منها؟ شو عرفك؟ آه؟ قوم روح لعند أخوك محجوب وقل له منين جوز صفوان الجمعة الجاية، شوف شو بيقول لك، بيرضى معك؟ لك شو قل له؟ قلت له أصلا أنا قلت له. قلت له؟ وشو قال لك؟ قال لي استنى لحتى يصير 40 أم نجيب. أم نجيب فك عزاها، لك جوزها، جوزها داير من قرنة لقرنة بده يتجوز، يعني ما عاد إلى عزا، أخوك ما له حجة. قبله،
خلص بقول له ليش لحتى ما قله بله. ليك عدنا وعم نبه عليك من هلا، اختك ام وضاح ما لا جاي على عرس صفوان، لا هي ولا ام خيره. ولك يا حرمه شو عم تحكي انت؟ نسيتي افضال صهري ابو وضاح ولا اختي علينا؟ والله انا هذا اللي عندي، وكمان بتقله لاخوك محجوب انه مرته ما لا فوتي على البيت. ايه ولك وحده بنتها متجوزه عنا ممنوع تزورها؟ بالله شو؟ ليش نسيت شو عملوا فيي؟ مو منعوني عن شوفة بنتي، بدي اعمل فيهم مثل ما ساووا فيني. ها ايه بس مرتخي ما عملت لنا سحورة. بس يا ابو بس انا لقيت الحل. انو حل؟ هلا بنروح على الحمام بنفوت عليهم خبط لزق. خبط لزق انا بدي فرجي. لك ابو غانم سيدي هاشي، ابو غانم شبكو؟ ابو غانم ابو غانم ما في ابو غانم بهالضيعة. لك ايه عرفته. مين هو؟ لك هذا قصده عبود الطن. ايوه ايه اللي عبود الطن من الاول؟ عبود الطن؟ هيك اسمه عبود الطن؟ ايه عمي ايه، هذا ما حدا بيعرفه بهالضيعة غير بهالاسم، هذا اللي طنه بهالزمان. ايوه. وليش عم تضحكوا سيد راسي؟ ليكون حكينا شيء بضحك ما تاخذونا ها؟ لا عمي لا، نحن ما عم نضحك عليك. ايه سيدي بتروح بهاي الحارة. ايوه. بفوت بالحارة اللي على اليمين. ايه. بتلاقي في طنبر. ايه. قدام الطنبر في مصطبة. ايوه. هذا بيت عبود الطن. كتر خيركم سيد راسي. السلام عليكم. تفضل يا عمي صبيتنا. خلينا ياكم. بالرجعة سيدي بالرجعة. اهلا وسهلا. عبود الطن. السلام عليكم. السلام. اهلين يا ابو نجيب. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. شلونك سيدي؟ والله الحمد لله. الله يسامحك. الله يسامحك يا ابو غانم على هالعمله. نطف قلبي يا رجل، نطف قلبي من الصبح وانا اقول لهم ابو غانم ابو غانم وما كان حدا يعرفك. يقول لي من اول انه اسمك عبود الطن. شو؟ مين قال لك انه اسمي عبود الطن؟ والله سالت اثنين شباب بالضيعه هون قاعدين على الدكه. قلت لهم ابو غانم، قالوا لي هذا اسمه عبود الطن. هدول اكيد اولاد عبطان، عليهم يا شباب. لك شو صار له هدول؟ الله يخرب بيتك، ضروري تحكي هالكلمة؟ لك شو حكينا سيد راسي شو حكينا؟ لساتك واقف؟ هلا بيمسحوا فيك السرامي، روح اهرب. وليه؟ اهرب يا فكيك. يلا يلا الله لا يوفقك يا ابن الحرام، علقت البلد ببعضها. الله لا يوفقك على الضيعة. الله لا يوفقك. شو قصتها ام خيرو؟ اي والله كانت ممسد او طايرة من الفرع. شو صار لليوم؟ ما طلبت مني اني اقول لابو وضاح مشان ابو خيرو يجي يحكي معه. يا اما شافت شي ما عجبها من سميحة. يا الله والله سميحة ما فيها عين. بس انا من وقت فتت على الحمام اشتلقت عليها انه ما كانت على بعضها بنو. يعني بركي هالجماعة مختلفين بين بعضه. والله ما لي عارفة. مالي غير ابعد ديبة الدقديس وتشوف لي شو القصة. ايه سيد راسي، حواليك شي حرمة هيك اتجوزها تكون يعني هيك من قريبه؟ بدك حرمة تتجوزها على سنة الله ورسوله، هي فهمناها. بس شلون يعني من قريبه؟ من قريبه سيد راسي يعني ما تكون طماعة، ما تكون نقاقة، ما تكون جخيخة صريفة تبعزق لي المصاري شي بطعمة وشي بلا طعمة. يعني بتعرف حضرتك نسوان مشكل ملون سيد راسي. والله يا أخ يمكن طلبك موجود عنا. شو قلت لي اسمك بلا صغرة؟ أبو إيش؟ أبو نجيب سيد راسي. أبو نجيب كود جيب. والنعم والله. والله يا أخ أبو نجيب عنا أختي أرملة وعندها ولد أخرس، وبدنا نستر عليها على سنة الله ورسوله. يا سلام يا سلام، شو بدي أنا أحسن من هيك؟ أرملي بس والله ماني عارفان شو بدي لك. يعني الولد شو؟ لا عمي لا، الولد عمي بيضل عند اخواله. ها هذا الحكي. ايه سيد راسي فينا نشوف البضاعة بمعيتها؟ والله يا ابن نجيب بدك تستنى معي لبعد العصر مشان يجي ابني محسن يستلم عني مشان اقدر اروح معك. ايه شو علي سيد راسي، مستنى شوفي ورانا، مستنى لبعد العصر. بس ما عندك شي بيلبستاني التاكل؟ شايفة ناشفة كأنه ما. والله في مشمشي باخر هالارض، قوم شوف اذا بتلاقي لك فيها كم حبه. يا سلام، شو بدي احسن من هيك؟ بمعيتك، دري بالك على الحمارة، الله يخلي لنا اياك. الحمد لله رب العالمين.
شو محمد؟ شايف لك ابو رضا لساته مرتب واعي. تعال نشوفه. خير ان شاء الله. شو ابو رضا؟ مو ناوي تسكر اليوم؟ شو مالك بالعاده تمسك الليلات خير؟ ابو نجيب اخذ الحمارة على بكره الصبح ولهلا ما كان يجي. والله شغل بالي عليه خصوصي مو اخذ على هواتك. وين راح فيها ذكرني؟ قال في جماعه قالوا له في حرمه ارمله ساكنه على اطراف الغوطه راح يشوفها. العمى بس ما يرجع بهالليل وياكلوا الضباع والديابه. السيدي ياكلوا ويضربونا واكله يمكن يروحوا فيها والله. يا لطيف يا لطيف لك شوف على الشوفه لك شو هاد؟ الله اكبر لك شلون ما بيعمل عليه هذا؟ لك ايه هذا اسمه حصان ابليس حكالي عنه معلمي بالجزماتيه. يا سيدي البني ادم ما بيعجز عن شيء بنوب. لك هلا هذا هو حصان ابليس لا بياكل لا بيشرب. لك ابو الفقر شو بده ياكل ويشرب؟ ما كله حديد بحديد. والله عظيم معناتها احسن من الدواب خادم ببلاش. ليش انت بفكر مين ما كان بيقدر يركب عليه؟ ما شفت شلون مرقز ارزي عليها مثل ابو سعد؟ اي والله اي والله يا جماعه صرنا باخر وقت. الله العليم الله العليم الايام يا ربي. الله يجيرنا. الله ابو علي. لك اخي إذا أبو نجيب بذات نفسه عم يقول إنه بده يتجوز ويمكن يعملها بكرة، ليش نحن لحتى ننتظر للأربعين؟ إيه؟ شو عليه؟ بعدين أخي من بعد إذنك يعني بدي أطلب منك شغلة. خير؟ من شان معبده. شبه معبده؟ من شان ما يصير مشاكل، بلا تجي معبده لعنا على البيت بعد ما تجي المحروسة لعنا وكمان أم صفوان. من وقال لك إنه رح أخلي بنتي تسكن مع مرتك ببيت واحد؟ إلا لمرتك هي لا تحلم فيها بنوب. لك لا لك اخي لا. اي والله ان صفوان بتحبكم وبتريدكم، ما بعرف ليش انتم متحططين عليها وظالمينها. لانه نحن ظلام، ومن شان هيك لانه نحن ظلام بدنا لبنتنا بيت تسكن فيه لحالها. لك لا يا اخي لا. اي بكفي حرمتوها من بنتها، اي كمان بدكم تحرموها من ابنها وكنتها. اي بكفي بكفي اختك ام وضحت وعم تعمل فيها. يوم بتقول عنها بنت الدومري ويوم بتطلع بنتي ذكيه انه هبلها، ولا هي ما خيره كمان. عدنان رح لبسك ملاي وقعدك بين النسوان. لسه فلانه وقلتانه؟ رح دور على بيت لابدك تستكريه وشوف شو بدكم تجهزوا. نحن بجمع الزمان بدكم بدنا جاهزه. يعني هلا ما عندك غير الحكي؟ منين بدي لاقي بيت للكره هلا؟ يلي بده يلاقي بلاقي، انا اللي عندي حكيته. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الله يخلينا مختار. اهلين اهلين وسهلين. اهلين شي دراسي. تفضل تفضل عم يتفضل انت ضيفنا. الله يخليك شي دراسي. خير يا مختار؟ ليش تاخرت؟ ان شاء الله ما في شي. والله كنا بالهياله علقانين اهل الضيعه مع بعض، وقع ثلاث قتله والدنيا قايمه قاعده. يا لطيف يا لطيف. خير يا مختار؟ شو السبب؟ هذا جاي ضيف لعند عبود الطن الله يرحمه. عبود الطن ما غيره. ليش عبود الطن مات؟ انقتل اليوم بهالطوشه اللي صارت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ايه والله. وهالضيف لعنه الله عليه على كل اهل الضيعه مع بعض. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ميت اهلا وسهلا يا جماعه، يا ميت اهلا وسهلا. شرفوا تفضلوا على الميسور سيدي. شرفوا. لكان منكمل قصه الهياله بعد ما متعشى. شرفوا يا جماعه. شرفوا سيدي. بس والله كثير هيك لك ابو حسين، مو كثير والله. معذب حالك سيدي راسي، الله وكيلك. لا يا عم انت ضيفنا. هذا واجب يا ابو نجيب، واجب يا صهر. الله يكبر واجبك سيد راسي. الله يكرمك. الايام جاي وان شاء الله منزورك بالشام ووقتها منقول لك اكرمنا. ميت اهلا وسهلا. الله وكيلك سيد راسي، انتو بس احضروا والله لا يحضر واجبكم. شو يحكي؟ حريه يا اهل الضيعة حريه. مختار احترقت الدائره تبع البيك الله يرحمه. لك مرته فايزه خانم جوا لحالها. لا حول ولا قوه الا بالله. قوموا يا جماعه قوموا. شلون على هاي العنات فيي انا؟ قلت لك شلون على لك ابو نجيب؟ يا سيدي تحرقوا، استغفر الله. وين اكون؟ يا سلام يا سلام. يا اهل الحاره ابو نجيب اكل الطبع على طريق الغوطه. يا اهل الحاره. يا لطيف يا لطيف. شو الحكي يا مثل ما عم اقول لك يا تيسير، هيك كل اهل الحاره عم بيحكوا. ومين هذا اللي عم يحكي هالحكي؟ كل الناس. لا اله الا الله. ابو نجيب راحت عليك يا ابو نجيب، والله راحت عليك. لا وعم بيقولوا مو ضبع واحد،
سبع ضباع. سبع ضباع؟ اي والله هيك عم بيقولوا. يا لطيف يا قوي. وقال مو مخليين منه شيء، اكلينه بعظامه واواعيه. يا لطيف. سلاما قولا من رب الرحيم. لك حتى حماره ابو رضا اكلينه. والله اشعر بدني كش بدني. معقول؟ وقال ابو نجيب مو بقيان منه غير طربوشه وسكه بس. اي والله على السيره نسيتيني، رح يحترقوا الاكلات. شو سعاد، ابوكي حكى شي مع المختار عشان سميحه؟ لا، وشكلهم ما رح يحكوا بنوب. شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك. اموره؟ ايه؟ تقبريني زكاتك كاسه مي بارده. ايه شو هلا؟ كرم عينك. احكي لي شو صاير؟ يا ستي اجت ام صفوان لعنا وقعدت توشوشه لامي وتوشوشه. ما بعرف شو قالت لها، بس انا سمعت اسم سميحه ومن ساعتها امي تغيرت. الله لا يوفقك يا صبحيه. لك شو حاكي على البنت؟ بس لا تجيبي سيري لحدا انه انا حكيت لك. لا اطمني، انتي ما حكيتي شيء. يا اهلين وسهلين. شو مخيرو؟ امتى ان شاء الله رح تكتبوا الكتاب؟ والله هلا اجلناها شوي. تفضلي خالد ديبه. لامتى؟ لحتى الله يريد. يو على علمي يعني كنتوا مستعجلين. أربع أطباق. أربع أطباق. أربع أطباق. الله أكبر. سخدت الأول. ايه. نفست الثاني. ايه. فتحت الثالث. ايه. أخذت الرابع. الله أكبر عليك. لكن عمي طبع، هذا طبع نقط مو بالسيف. طبع هاد لحاله بيعرف مين الرجال ومين الحريمة. يا ما كل أبضايا طبع مسلاح كمان. يا لطيف لهالدرجة. ايه لهالدرجة. شوف عيني الطبع بده قدامه أبضاي المحاضر وما يهاب الموت. هلا ابو صياح بدي اسالك سؤال، اذا في حاله بيطلع لك ضبع مثل ابو نجيب شو بتساوي؟ ها شو بتساوي؟ والله لا اكله بلا ملح. ذاتا مثل ما قلت لك، هو الضبع لحاله لحاله بيعرف مين القبضاي ومين الحريمه. مره على طريق داريا، ايه، وهو يهرب مني، يهرب مني مثل الارنب. هو بيعرف حاله انه ما نؤدي، ما بيسترجي يقرب علي، ها ما بيطلع له معي بنوب. مره بهالزمنات كنت رايح على دوما بالليل. ايه شو ايه؟ شو عن على بالي يا أبضايا؟ عن على بالي صحن لحمة جمال. قلت يا نصري خدم قطعة بهالبسك وقس أربع أطباع. الله أكبر. أربع أطباع من الجهات الأربعة. غطيت لك على أول واحد. يا مسكين يا ابن نجيب على الموتة. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يلا لكان نروح نادي على المرحوم بالمادنة وابعث كم واحد يحفروا له القبر. خلينا نتروى يا شيخي لنشوف اذا بقيان شيء من جثة المرحوم. والله يا مختار عم بيقول مو صفيان منه شيء غير السك تبعه وطربوشه. مين اللي عم بيقول هيك؟ مين شاف القصة؟ شلون صارت وين؟ والله ما بعرف يا مختار. انا اول ما دريت قلت لاجي خبرك. شغله بتحط العقل بالكف. قال سبع ضباع اللي اكله هو وحمارته، والمصيبه الحماره مو له لا ابو رضا. هلا مو المشكله مشكله الحماره يا بدر. الله يرضى عليك بعت حدا يخبر اخوه فارس. لازم لازم رحمه الله عليك يا ابو نجيب. بتعرف لو المختادري انك انت مطلع الاشاعه ليزعل منك كثير؟ لك يستر عرضك وقت صوتك لا تقول لحدا ابو رضا. لك انت ليش هيك طلعت الاشاعه؟ مشان شو بتبطر؟ لك والله مضطر، بس كانت هيك مزحه مزحه. لا عم هلا شو بدي اقول للمختار اذا بعت تسالني؟ والله احسن شيء وينك كف مغيب. ابو ياسين. ايوه. الله يستر عرضك، دير بالك على الدكانه. مين ما سالك عني قول له ما بعرف وين راح. ليه؟ هي ابو رضا عندك قاعد هو. لك خلص انت دير بالك. السلام عليكم. صدق الله. بدي الوقت سبب. هلا صار بدك تتسبب. هلا يا ابو رضا. المهم لقينا بيت مشلبن واستكريناه على طول. كثير منيح. وين البيت؟ هون بابا اللي حاب. ايه شو عليك؟ يعني نبلش نحضر للعرس اخي؟ لك انو عرس هذا؟ انو عرس؟ لك مالك شايف الحاره قايمه قاعده مشان ابو نجيب؟ ولك الزلمه اكلت طباع بالغوطه ونحن بدنا نعمل عرس؟ هي مو ارض منوب لك؟ اوهو علينا، هلا خلصنا من قصه ام نجيب، اجينا لابو نجيب؟ لك يا اخي الاصول اصول، شو بنا؟ يا حسرتي عليه، عاش حياته مرمطه بمرمطه، شح وراح دخلك، شو اخذ معه؟ ليش قليل كيف عاملها لام نجيب؟
الله يرحمها، العمى شو تعترت معه، إيه ما شافت يوم حلو بعيشته، وحتى موتها قبل أوانه. إيه والله، تعرفي إنه أم نجيب صغيرة مالا كبيرة، أنا أكبر منها. لا. إيه والله، بس يا على قامتي عاشت حياتها قهر بقهر، خلقت يتيمة، ولما كبرت شوي أخذوا إخواتها اثنين على أخذ عسكر وما عادوا رجعوا، مشان هيك انجبرت على عيشة أبو نجيب وهو استوطى حيطة. إيه الله يرحمون. إيه ستي، ما قلتي لي شو صار معكم مع بيت أبو خيرو؟ والله الفار عم يلعب بعبي يا ديبة، لأنه لما رجعنا من الحمام ما فتحت لي سيرة بنوب بنوب، ولا كأنه حاكي أنا وياها بهالموضوع. لأنه المي عم تمشي من تحت رجليك يا أم وضح، وإنتي مانك حاسة. يو شو قصدك يا ديبة؟ قصدي مرت أخوك هالشرنة الله لا يوفقها، رايحة لعند أم خيرو وحاكي عليكم شروي غروي، وحتى حاكي شغلة والله العليم على هوا ماني سمعاني إن جايبة معدل سميحة خصنص. يو صبحية؟ أي صبحية الله لا يوفقها. إيه بس على علمي أم خيرو ما بتحبها، لك حتى على الحمام ما عزمتها. يولواه الواه، إيه طول عمرها حركة وفتنية وبتدحش حالة دحش. وإنتي مين قال لك هالحكي؟ سعاد، سعاد بنت أم خيرو حكيت بينها وبيني وترجتني وأمنتني إني ما أجيب سيرتها. دخليك وما عرفتي شو عم يحكوا علينا؟ لا والله، لأنه سعاد سمعت أم صفوان عم تحكي مع أم خيرو وشوشي، بس سمعتها عم تذكر اسم سميحة، ومن ساعتها أم خيرو تغيرت من وقتها. آه معنات الحكي اللي حكيته مو قليل بنوب، حتى غيرت أم خيرو رأيها بسميحة. شو رأيك بكرة بروح أنا وياكي لعند أم خيرو وبتحل فيها يمين، بتسأليها شو حكت أم صفوان عليكم، وإذا سألتكم شو اللي دراكم قليلة ديبة شافت أم صفوان وهي طالعة من عندك، لأنه خطي ما بدي جيب سيرة سعاد. هو هيك. يلا يا مو بسي على السريع، خلينا نروح عند بيت حماي مشان نقول العرس تأجل. ايه يا مو ايه، بس يا مو انت ما قلت لي دفنوه لأبو نجيب؟ دفنوا مين؟ أبو نجيب. أبو نجيب ما لقوا شي منه، الطباعة كلته كله لحتى يدفنوه. ياي ياي يا لطيف على الموت ما بشحة، دستور كشفرة وبعيد. لا حول ولا قوة. شو يا رجال؟ عرفتوا لنا شلون نشر الخبر من شافوا؟ لا والله يا عقيد، ما خلينا حدا إلا وسألنا ما وصلنا لنتيجة. من شوي كنت بالقهوة أنا وأبو فارس أخوه لأبو نجيب، ما خلينا حدا يتابع علينا إلا وسألنا. لا إله إلا الله، وهجمت لك على الضبق وما عاد ما عاد شاف قدامه غير مصري عم يعزو يمين وشمال ويلعبتي لعبتي لعبتي. شايف عفوت من هولا هون حالا ايه مخافوت يلا محمود لك يلا شبكيني سلام قبل من رب العالمين سلام قبل من رب الله عليكي بسم الله الرحمن الرحيم يا مو ما في شيء لكي لك ما بسم الله ما متأكد الله وكل شو تبعينا عقيد لك على هالقصة. السلام عليكم. السلام عليكم. سيد نجيب عايش؟ ايه هلا عم بيقولوا انه متزوج، كان راكب على حمارة ابو رضا وجارته ماتوا وراها. صدقا من الاول كان عندي احساس انه ما راح يموت لانه زبادي المال ايه ما بتتكسر. تفضلوا يا جماعه تفضلوا. ميت اهلين وسهلين بالبضايات. اهلين بالشيخ صالح. ولك شو شيخ ما شيخ، انا قدام الناس اسمي الشيخ صالح بس بيناتنا محسوبكن ابو شرار. لك احلى ابو شرار والله. صب عمي صب، ميت صحة وهنا. على قلبك. صحتكم. ميت صحة. ايه وقفتكم بالحارات هي ما بتطعمي خبز، وهي الرجولية حرام تضيع هيك. بس لا تنسى
انه اللي بدنا اياه بيعطونا اياه التجار واصحاب الدكاكين وارفن عن رقبته. عدم مؤاخذه قديش بيعطوكم؟ 5 براغيث؟ 10؟ هذا اسمه علاك مصدي. لا إيه لا لا تغلط ابو شرار. لك اتركه يكمل. يعني لا تواخذوني بهالكلمه، حدا منكم بيقدر يشتري بيت؟ ليش؟ لانه ما معنا مصاري. اها قلت بلسانك ما معكم مصاري، وبكره بس تخطروا حدا رح يتذكركم ببرغوث واحد؟ صراحه لا والله عم تحكي جواهر يا ابو شرار. اها معناته لازم تفكروا منيح، تفكروا بالذهب الاحمر مو بالنحاسات والبراغيث. هلا ليش الكذب؟ انا بصراحه فكرت بس ما طلع معي شيء. لانك فكرت لحالك. بس لما بيجيك حدا مثل حكايتي وتقعد تفكر انت وياه سوا رح يطلع معك وكتير كمان. والله يا ابو شرار انت المو قليل ورفقتك مو خساره. ومن هلا ورايح بدي اياكم تغيروا حلاسكم وتصيروا مناح مع الناس وتصيروا تصلوا بالجامع. نصلي بالجامع؟ ايه. ومن هلا ورايح مصروفكم علي. يا عيب الشوم منك، يعني معقول ناخذ مصروفنا منك؟ ايه سيدي بتاخذ مصروفك مني ومالي مني عليكم. بكره بس تصيروا تلعبوا بالمصاري لعب رجعوا لي اياهم اذا بدكم، واذا ما بدكم اخي مسامحكم من هلا. لك كبير كبير وبتنحب وانا حبيتك. وانا كمان من يوم ورايح بتعتبرنا انا ودحام خواتم باصابيعك. لك علي الحلال بتنحب. بصحتك. صحة احلى ابو ضياف. شو جابك لهون انت؟ روحوا حبيب قلبي روح. لك روح لك روح لعنا. لك انا اولادي معوفيني حياتي ما في درس. لك بلا بلا ليك شو هي ابو نجيب طلع عايش ومتجوز كمان والبيت واستكرينا. شو بقى له حجه اخوه؟ شو بقى له حجه؟ انت اللي شو بقى له ما بقى له حجه. معناتها يابي من بكره لازم تروحي عنده وتنهي هالموضوع معه. ولي على قامتي شبك يا ماما؟ الضبع يا ام الضبع. الضبع كان عم ياكل اخ صفوان. قومي لي لقى الكرسي. قومي قومي قومي. تعي تقبريني تعي. بس صارت رويدة عندي ما عادت اسأل. بدهم يزوجوني سلمى كان بها، وين ما بدهم يطلقوها بحفظ.
لأنه برد الصيف مثل حد السيف. يسلموا إيديك. شرفوا سيدي شرفوا. شرف عليك. شو مين اللي نايم هون؟ خالي خالي ليش نايم هون؟ لك هذا أخرس يا جماعة. حدا منكم بيعرف الورق؟ ايه عقيد، امبارح لما رجع ابو نجيب على الحاره ومعه حرمته كان ماشي وراهم. معناتها هذا اكيد ابن للحرمه اللي تجوزها ابو نجيب. قوم معي خالي، قوم قوم. ابا ابا قوم تعال. ليك الندل بيت. لا ونايمه بالحاره كمان. ما عاد الا ابو نجيب ينايمه عنده. تعال بي تعال بدي نايمه عندي بالخان. امشي. ايه كتر خيرك يا بدام. رو معه رو. رو رو معه رو. تشرف. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا تصبحوا على خير يا جماعة. أنت بخير مختار. يضرب حظي شو معتر. قلنا عنه باشي قام طلع أبو الضفادع. 10 سنين وأنا أرملة. عم قول لحالي اصبري اصبري يا بنت، بكره بيجيك شي ابن حلال بيعرف قيمتك وبيعوض لك هالسنين. قامت اجتني هالبلوه لقوم صلي الصبح اشرف لي.